مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا معنا نائب رئيس جمعية الرابطة الحسنية لحقوق الإنسان اللي غادي يدخل على الخط ديال أصحاب جيلية صفرين واللي تار الغضب ديال المواطنين المغاربة. نخليكم معاه سي حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن تيجي، نائب الرئيس الرابطة الحسنية لحقوق الإنسان. احنا تنتواجدوا في مقاطعة الدائرة 26 مقاطعة حي الحساني. احنا هاد الغضب اللي غاضبين على هاد الحراس، ماشي غاضبين عليهم، احنا هاد الحراس بغينا نقنوهم باش يتقنوا، ما يبقاش هاد الفوضى اللي نظموا المواطنين تيحط الطوموبيل ديالو تيلا في جيلي صفر، ما عرفنا واش شفار ولا كارديان، حتى الترخيص ديالو اللي تيعلقوا كاردي الباك ديالو تيعلقوا ما معلقوش. اي واحد تيشري جيلي صفر تيلبسو تيشد الزنقه تيقول لك انا عساس، فتيدوي مع موس السياره مسكين، تيدوي مع موس السياره شاري الطوموبيل ديالو بواحد الثمن وكشي تيخلي تنزل تيشرط ليه الطوموبيل ديالو بشي حشومه وعار. انسان هاز واحد الطوموبيل ديال رزق وليداتو، شاري السياره باش يهز وليداتو تيشرطها ليه، ما عرفنا واش حارس السيارات ولا شفار ولا دي. حنا تنطلبوا من الناس المسؤولين ديال العمل في حي الحسني ومجلس المدينه باش يقنن هاد الناس ديال الحراس، ان خدامين بلا ترخيص. فوضى مع الدار البيضاء، كل جميع المناطق ديال الدار البيضاء خدامه فيها فوضى على حراس السيارات. اللي شرا شي جيلي ب 60 ريال تيلبسو، بغينا شوف لما بغيتيش تعطيه جوج دراهم تيكرط لك السياره ديالك ولا تيدي لك شي حاجه يفرقع لك جاجه يدو لك شي حاجه. هذه الطريقه اللي رخصه ولا طلبتي من الرخصه تيبدا يقول لك شكون انت وهذه واش انت، فما تيدخل معك شي حوايج تخايبين. والله العظيم ان هذا الشيء تيبكي، هذا الشيء ما كانش زمان. كان الحارس ديال السياره عنده الباج ديالو تتهرفوا، راه حارس السياره، حارس السياره تنهرفوا شاد حنا 50 متر ماشي شاد زنقه، شاد زنقه شاد حاط على ولا التجاره. شي واحد مول الشكاره تيعطي جبد وليده الصغار ولا شنو تيعطيهم جيليات يقول لي في هذا الباركين ديالي خدموا فيه، تيعرف مع العشيه تيجي يقسم معاه، ماكش يقسم لا تيقسموا معاهم. حنا ماشي ضد هاد الناس، هاد الناس بغينا نقنوهم، هاد الناس ما تبقاش كيقول لك انا راني كنخلص الجامعه. شوف الجامعه ما تتخلص، فائت الجامعه تتراعد مقاطعه تقول مجلس المدينه تيقول لك هاد الناس ما تيخلصوناش. دابا جات جديد ديال الرخص ما كاينش، كلشي محبوس. بغينا نهار رئيس الجامعه ما فهمناش لمن، واش هاد المدخول ديال هاد الحراس تيدخلوا تيأدوا الواجب ديالهم الخزانه العامه ولا ما تيأدوش؟ حنا الجامعه تتشاعر رئيس الجامعه تقول لك هاد الناس ما تيخلصوناش، يخرجوا لي كونترول. كاينين الناس ديال لي كونترول ديال الجامعه ديال مجلس المدينه، هذوك الشرطه الاداريه، الدور ديال الشرطه الاداريه شنو هو؟ المراقبه ديال هاد الشيء. يخرجوا عندك الترخيص ما عندكش، لا ما دخل ما بغاش يدخل. كاين الناس ديال الامن، الناس ديال الامن مشكورين، خدامين في الحملات في جامعه الدار البيضاء كلها خدامين، تيقلبوا الناس اللي ما عندوش رخصه تيعتقلوه. وحنا تنطلبوا من رئيس مقاطعه حي الحساني باش يقنن هذا الشيء ديال الباركينات، هذا الشيء حشومه وعار باش يبقى عندنا الباركينات. حنا اش نقول لك، واش حنا ما بقيناش فهمنا فين ساكنوا، واش عايشين في الحضري ولا في القراوي؟ اي واحد لبس جيلي صفر تيقول لك انا عساس ديال الباركينات. الباركينات لما تيتعطاو تيتعطاو لواحد الانسان معاق، امراه ارمله، فئه معينه. دابا واحد صحيح واقف على الصحه والسلام تيشد باركين، هذوك الناس المعاقين والناس المزادين ما خلاوهمش فين يخدموا. حنا الخدمه كاينه في البلاد ماشي ما كايناش، خلوا الناس يقنوا هادشي ويرقموا، كل واحد عندك 50 متر و 50 متر، ماشي شاد زنقه هنا وشاد زنقه هنا وزنقه هنا. كاين الخزانه العامه تتقول لك الجامعه الحضريه ديال الدار البيضاء ما فيهاش فلوس، كاينه الفلوس، باركينات تيدخلوا الفلوس، العيان تيدخل 15000 فرنك تيديرها في جيبه. في النهار تيدخل حتى 20000 فرنك، الباركين اللي تيدخل 80000 فرنك 90000 فرنك. عندك الباركين اللي جيت تعمل درهم شحال درهم حسب لا شحال طاحت بالدرهم شحال بالدرهم هنايا الثمن اللي كنت 80000 فرانك 80000 فرانك 80000 كل اللي دخلت 90000 فرانك كل 1000 درهم بالدرهم 700 درهم حتى 900 درهم في النهار تيدخل كل كاين الباركين بحال الباركين اللي كاين جيت عملت حي الحسني تيدخل حتى 2000 درهم في النهار. الباركين اللي حدا الخزانه العامه حدا دار الضريبه تيدخل واحد 700 درهم في النهار. حتى كاين يديروا ما قدوش على هادشي يعطيو لشركات يخدموا. يعني هادشي تار الغضب ديال الناس، هادشي الناس المواطنين ولا مكرشين. واش الانسان جاي يشري باريزيان عيخلص جوج دراهم باركين وقف عليه؟ يعني بعض المرات كتكون انت في الطوموبيل وكيف الطوموبيل تبع هادي الطوموبيل ديالك، الا بغيتي تنزل تشري باريزيان ب 40 ريال خصك تخلص 40 ريال، ولا ما خلصتيش معاه تيولي معاك شي حويجه الناس كاين مسكين تيسمح في حقه كاع ويعطيك 40 ريال باش ما يتسبوش لي والدي، تسب لي والدي يتكرفصوا عليهم حشومه باش يكون هادشي عندنا هنا في البلاد ديالنا. ونطلبوا من الناس ديال مجلس المدينه باش يدخلوا ياخذوا شي قرار
يكون صارم في هاد الناس ديال صحاب الجيليات الليمونيين، والناس ديال الامن مشكورين، وتطلبوا من عمل الحي الحسني، الناس ديال الامن ديال الحي الحسني حتى هما يمشوا بهذه الطريقه اللي غادي بها اداره الامن. يعني يديروا يديروا هذه الحمله في هذا، لان هذا الشيء ماشي بحال الحراس الليليين. الحراس الليليين تعطيهم الترخيص للقيد، القيد هو اللي تياخذ السلطه المحليه اللي تاخذ. هذا الجماعه محملين المسؤوليه ديالها، الجماعه خصها تاخذ واحد المسؤوليه ديالها. ما خاسرين عمل الحي الحسني، ماشي كتبارك الله صغيره، راه يومين ثلاث ايام يصفيو هاد الحسابات كلهم. كاينين الناس موظفين في الجامعه يخرجوا للتيران يخدموا. يعني حنا ماشي ضد هاد الناس، حنا ماشي ضدهم، خصنا نقلبوا على الحلول، نقلبوا لهم على الحلول، قنوا هاد الشيء. عندك 500 متر اللي ما عندوش رخصه يحيد، يخلوا الناس يخدموا ويدير طلب ويدفع للجامعه حتى ويجيب الرخص اللي تاع المسائل اللي تطلب الجامعه، شهاده طبيه عنده اعاقه عنده شي حاجه يدفع الشهاده وتعطي الجامعه الترخيص ديالو ويمشي يخدم. بالنسبه للناس المواطنين اللي عندهم مشاكل مع اصحاب الجيليات اللي ما عنده اللي انا تا اي مواطن تنقولها ليه، اي مواطن شي مول الجيلي الصفر ديالي شي حاجه يحط السيار ديالو ويمشي يتواجه للامن، يدير به محضر شكايه عند الامن الوطني وياخذ الاجراءات ديالو معاه. عنده الرخصه ديالو ماشي مشكل، ما عندوش الرخصه ديالو يحيد يخلي الناس. دابا ما عرفناش ما عنده الرخصه، ما عرفنا الشفار، ما عرفنا اي حاجة. اي واحد تيلبسك الجيلي صفر وتبدا يتكرفص على عباد الله، اي واحد. دابا بحال شارع سيد الخادره فيه 10 جيليات ولا 12 جيلي، ما عرفنا حنا واش عساس ولا شفار. تصور امول الجيلي صفر دير شيفون وتيشم السيليسون، كيفاش هاد المواطن واقف باش يتخلص عند الناس؟ سيد مسكينه مرا ولا شي حاجه تيشوفو تيتخلع تيعدي لك جوج دراهم. حنا تناديو ديما هاد النادي، تناديو ديما حنا ماشي ضد لي غارديان، حنا لي غارديان طلبو مجلس المدينه باش يقنوا يديروا لي بانو ديال الباركينات ويديروا المسائل ويقنوا كشي، ما يبقاش كشي عشوائي باش المواطن يعرف راه كاين باركين، راه القرع ديال الروبيني ديال العافيه ديال البومبيه تيجي تيبلاصي السيد عليه تيقول حط هنا الدنيا هانيه، تياخذ جوج درهم تيجي الطونوب ديال البانا تيدي الطونوب ديال الناس. شوما ماشي ما شوما فوضى، هذه فوضى. يعني الناس ماشي جاوبين، الناس ما مرتاحينش، الناس ما مرتاحينش. شوما باش يكون عندنا هذا الشيء تاع عمله حل الحسني، ونطلبوا من الله المسؤولين باش يقنوا هذا الشيء، ما يبقاش الفوضى، ما تبقاش الفوضى. لا لا ما تبقاش الفوضى. الله يهديهم، هذا الشيء اللي تنقولوا، الله يهديهم وشكرا. مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما سمعتوا التصريح ديال نائب رئيس الجمعية الرابطة الحسنية حقوق الإنسان، يعني اللي دخل على هذه الحملة ديال الغضب اللي ثارتها المواطنين المغاربة على منصات المواقع الاجتماعي. يعني حتى هو قال لك خصهم يلقاو لهم الحل، وحنا ماشي ضد صحاب جيلية صفرين. درنا واحد حق في المعلومة، الرئيس مقاطعة حي الحسني وما جاوبناش مدة عام حشومة باش ما يجاوبناش في هذا المشكل ديال الباركينات، حتى نوصلوا لهذا الميساج باش يجاوبنا على هذاك الطلب اللي درنا الطلب حق المعلومه، ما عطاش الضوء الحق ديالنا، من حقنا ناخذوا المعلومه، ما بغاوش يعطونا المعلومه، بغينا نعرفوا الخبايا اللي كاينه في مقاطعه الحي الحسني، لان بغينا نعرفوا الناس اللي شادين الباركينات في الحي الحسني، واش الناس معاقين ولا عيالات ارملات ولا مالين الشكاره. وشكرا. تبارك الله عليك. شكرا لكم حتى انتم مشاهدين قناه شوف تيفي على حسن المتابعه. نتمنوا الصوت ديال هاد الناس هادو يوصل للناس المسؤولين ويحاولوا يقنوا هاد الشيء، واللي ما لقاوش عنده الرخصه اعتقلوه. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، الى اللقاء.